مرحبا، اهلا وسهلا في جميع مشاهدي ومتابعي قنوات الاساتذه الموجودين معنا اليوم. طبعا ارحب بكل المشاهدين والمشاركين بالشات، ونرحب بالاساتذه احمد الفارابي ومنصور الناصر، وطبعا شكرا جزيلا على حضورهم معنا في هذا اللقاء. راح نتكلم الموضوع اليوم موضوع مهم جدا، واعتقد احنا طبعا راح نتكلم بالخصوص على العراق، لكن اعتقد معظم افكارنا ومعظم الاراء اللي راح نطرحها يعني تكون نوعا ما ممكن ان تكون مشابهه في كل دول المشرق او دول الشرق الاوسط. خلينا ناخذ كلمه ترحيب من اساتذتنا. تفضل استاذ احمد. شكرا استاذ دلال، اهلا ومرحبا ب أعزائي المشاهدين متابعي قناتي وقناة الأستاذ بلال والأستاذ منصور الناصر، وأشكرك أستاذ بلال على هذه التجميعة الجميلة من أجل طرح موضوع يهمنا، يعني موضوع واقعي، وهذا الموضوع هو لربما بسبب غيابة اللي هو الحداثة، بسبب غيابة نعاني ما نعاني من مشاكل ليس في العراق فقط بل بكل الدول العربية وحتى الدول الإسلامية. شكرا لك. شكرا. أنا أعتبر أن هذه المواضيع أساسية ومهمة، ويجب أن نثيرها ونخضعها للنقاش المكثف، وهي أسئلة الحاضر الذي دائما نحاول التي دائما نحاول أن نتجنبها وأن لا نواجهها. هذه الأسئلة أساسية ولا بد من مناقشتها، التهرب منها لن ينقذنا، بدليل أننا نعاني ما نعاني خلال قرن كامل نحاول أن نتأقلم مع الواقع. وأعتقد هذا اللقاء راح يثير أسئلة كثيرة، وأتمنى تكون مداخلات وأتمنى يدوم، لأن هذا الموضوع أعتقد يحتاج حلقات كثيرة. نعم أنا موافق. إحنا عندنا الوقت اليوم خصصنا ساعة، لكن طبعا مثل ما قال أستاذ منصور الموضوع يحتاج سنين من النقاشات والتحليل وإلى آخره، لكن راح نحاول نضع يعني نركز الأفكار اللي المهمة اللي أدت إلى فشل الحداثة. راح نتكلم 10 دقائق كل شخص من عندنا، وبعدين نسوي مثل التعقيب وشيء من المناقشة. أنا راح أبدي كأول متكلم. ما هي الحداثة؟ خلينا نعرف بالبداية شنو هي الحداثة. الحداثة هي فعليا التقدم الحضاري، سواء كان تقدم تكنولوجي، علمي، ثقافي، إنساني، أخلاقي، قوانين، المفهوم الدولة المتحضرة المتقدمة. وهذا المفهوم طبعا ممكن أن يكون مفهوم شوية غامض، يعني مو شيء محدد، لأنه ممكن أن تعتبر دول مثل سنغافورة أو دول مثل قسم من دول الخليج متقدمة حضاريا، لأنها تمتلك كثير من التكنولوجيا ويعني أسباب الحياة خلينا نقول عالية الثمن أو المترفة. لكن الحضارة هي فعليا سيادة القانون، احترام كل طبقات المجتمع، كل أفراد المجتمع للقانون، وهذا القانون هو إما يوضع بدستور، يوضع بقرارات من محكمة العليا الموجودة بالدولة، لكن هذا القانون هو طيع وممكن أن يتغير، ممكن، لكن تغيره ليس سهل، يجب أن يكون هناك استفتاء، يجب أن يكون هناك طبعا الاستفتاء يكون مثلا 90%، يعني هناك قوانين معينة، عفوا هناك إجراءات معينة حتى تغير هذا القانون السائد في البلد. لكن الكل يجب أن يحترم القانون، شرط الأول. الشرط الثاني يكون حرية رأي. حرية الرأي يعني تعطي كثير من الأبعاد التي تؤدي إلى الحضارة، أسباب التي تؤدي إلى ظهور الحضارة، ظهور الثقافة، ظهور التكنولوجيا والعلم، أيضا النقد، ظهور النقد القوي والشديد لكل السلبيات الموجودة بالمجتمع. ولا يوجد، يعني يفترض أنه لا يوجد أي خط أحمر لحرية الرأي. الشيء الوحيد الذي يعني ممكن أن يكون خط أحمر هو الدعوة إلى القتل، دعوة إلى الأذية، أذية الناس. إذا كان هناك دعوة إلى القتل إذن هذا ليس حرية رأي، لكن حرية الرأي التي لا تدعو لقتل أحد
يجب أن لا تحرم. هذا الشيئين بالنسبة لي هو أساس الحداثة أو أساس الحضارة. إذا توفروا الحضارة بشكل تلقائي راح تبدي وراح تتقدم مهما كانت الأساس، مهما كانت بداية المجتمع. إذا شفنا نظرة إلى العراق من نظرة تاريخية، طبعا احنا نبدي فقط من بعد لأن احنا نتكلم عن الفترة الحديثة، فبعد ما دخلوا الإنجليز ثورة 20 وحصول الملكية وتقريبا استقرار بلد وبداية البناء من التخريب اللي صار بعد حكم العثمانيين، نشوف بالعشرينات والثلاثينات هناك حضارة بدأت تنمو. الكثير من الناس الموهوبين خلينا نقول اللي درسوا في جامعات غربية رجعوا إلى البلد، بدأوا ببناء الوزارات، بدأوا ببناء النظم العسكرية، الجيش، يعني تقريبا كل البلد، كل المسارات الحضارية في البلد بدأت بالبناء، البناء البطيء. ونشوف بالأربعينات وصلنا إلى بغداد أصبحت شيء مثل سنغافورة ودبي الآن في العالم في ذاك الوقت. السبب أعتقد هو الإنجليز. الإنجليز عندما يعني هم أفضل شعب يستطيع إدارة، في الإدارة يعني موهوبين بالإدارة وموهوبين بصنع أي مكان يحتوي على بنوك ويحتوي على قوانين تجارية وإلى آخره، بحيث يصنعون من أي مدينة مركز عالمي للتجارة. وهذا فعليا ما فعلوه في دبي وسنغافورة، يعني في كثير من المدن، فهذا ما فعلوه في بغداد. النكسة بدأت فعليا في الخمسينات. الشيء السيء اللي صار بالخمسينات هو ظهور مد قوي قومي وشيوعي يريد يقلب نظام الحكم، يعني يريد يغير أفكار فوضوية، تريد تغير. وصار قمع شديد من الحكومة الملكية، وقمع بشع، ليس فقط يعني ليس فقط سجون، لكن سجون وتعذيب وإعدامات وإلى آخره، قصص بشعة جدا من اللي نسمعها بوقت صدام. نفس القصص موجودة كانت في وقت الملكية في الخمسينات. طبعا بعد الانقلاب اللي صار عبد الكريم قاسم وتحوله إلى المركز الشيوعي، وأعتقد أن تحوله هو سببه هو سياسي، يعني يريد يتحالف مع الاتحاد السوفيتي. والتحالف مع الاتحاد السوفيتي فعليا بالنسبة لي كحركة سياسية ممتازة، لأنك إذا إما تتحالف مع أمريكا أو الاتحاد السوفيتي، هاي القوتين العظيمتين في العالم، أما يعني تحاول أن تصارع الجميع وأنت لوحدك، يعني هاي فكرة غبية جدا. لكن طبعا المد الشيوعي اللي صار بالعراق أيضا كان بشع، وأيضا صارت إعدامات وكذا، وصار القمع للقوميين والإسلاميين، فيعني لم ينفذ بشكل يعني بشكل سلمي خلينا نقول. وطبعا نعرف الانقلابات اللي صارت خلال الستينات إلى وصول حزب البعث. بعد حزب البعث أصبحت نكسة أخرى. هذه النكسة الأخرى هي التحول التام من الفكر الاشتراكي الشيوعي إلى اتجاه نوعا ما رأسمالي، وهذا استمر في الثمانينات طبعا إلى مجيء صدام والكوارث اللي أتت بعد مجيء صدام، لأنه كان إنسان يعني قبلي ويعني يعمل بعقلية شيخ العشيرة ودخل بحروب، ونعرف المآسي والكوارث اللي أدت في العراق، اللي يعني من الصعب أن تتوقع أي حداثة من المجتمع اللي كان يحكمه صدام بالثمانينات. فأنا أريد أركز على من العشرينات إلى السبعينات، ما الذي غير هذا المجتمع؟ المجتمع كان يمشي بطريقة ولو بطيئة لكن بطريقة جيدة إلى الأربعينات، وهناك فقر، هناك مشاكل، هذا لا يعني أنه كان مجتمع يعني perfect، لكن الشخص الذي مثلا يدرس بجهد في المدرسة يصل إلى وظيفة جيدة ويصبح طبقة متوسطة مرتاحة وإلى يعني أنا مثلا عندي عائل من عائلتين، عائلة أبي كانت غنية جدا لكن عائلة أمي كانت فقيرة جدا، فعائلة أمي كلهم درسوا واجتهدوا وحصلوا على شهادات
وصار عندهم بيوت مع أنه لم يكن لديهم أي ملك، أي بيوت ملك، وصاروا طبقة متوسطة مرتاحة في فترة الستينات. فإذا كان هناك ممكن الإنسان أن يجتهد. كثير كانوا يقولون أن الجيش كان يحتوي على ناس مثلا عندهم أخلاق بالثلاثينات والأربعينات، بالخمسينات والستينات بدأت الأخلاق تنحط بشكل بطيء. فتشوف كل الفساد الإداري بدأ فعليا بالسبعينات، كفساد إداري وسرقة وكذا، هذا شيء بدأ بالسبعينات. إذا احتاج إلى جيل ونصف حتى نصل إلى هذه المرحلة. بالنسبة لي المشكلة الأساسية هي الهزائم مع إسرائيل، هذه المشكلة الأساسية. هذه يعني ليست سبب التحول لكن سبب كي يتحول المجتمع. المجتمع قبل 48 كان مجتمع رأسمالي، النظام الإنجليزي الرأسمالي، والنظام الإنجليزي حتى الديمقراطي، انتخابات وكذا وأحزاب وآخره، مثل إنجلترا بالضبط. لكن الملك كان دكتاتور، لم يكن مثل الملك بريطاني، فكان يتدخل بالسياسات الخارجية، وهذا فرق يعني ليس جيد لكنه كان موجود. هذا هو الواقع. عندما صارت الهزيمة في 48، عندما تصير هزيمة أو عندما تصير صدمة قوية للشعب، التوجه يصير رد فعل، رد فعل لما هو موجود. ماذا كان موجود؟ كان موجود الرأسمالية، اليمين، لأنه الإنجليز كانوا يحكموا بطريقة يمينية بمعنى أن الدين يعتبر شيء مهم إلى آخره، القومية ليست مهمة، المهم هو الرأسمالية والدولة العراقية ليست قومية عربية. طبعا القومية العربية بدأت من كوارث عبد الناصر وبدأت تؤثر بالعراق بشكل كبير. هذا هو التحول. هنا من 48 بدأ التحول إلى الشيوعية والقومية واليسار. ومن هنا أول مشكلة أن الرأسمالية انتهت فعليا. وانتهاء معنى أنا لست يعني متحمس للرأسمالية، لكن الرأسمالية فيها فوائد، فيها بناء اقتصاد، أنت تستطيع أن تبني اقتصاد قوي جدا بالرأسمالية. عندما انتهت بدأ طبعا لوجود النفط، ولهذا الاقتصاد استمر بشكل جيد، لكن البناء البلد بدأ يتخلخل. في هزيمة 67 التحول صار من الشيوعية والاشتراكية يعني اللي أتت بها الشيوعية، تحول إلى الدين، وهذا بدأ في مصر طبعا في البداية، وصار مد تأثير قوي جدا على السنة في العراق. فصار هناك مد إخواني سلفي ديني. وطبعا بعد ما جاء الخميني في الثمانينات الشيعة أيضا تحولوا إلى نفس الخط السلفي الجهادي خلينا نقول. وفي كل هذه التغيرات الشيئين الأساسيين اللي ذكرته بالبداية، القانون وحرية الرأي. القانون كان محترم قبل 48، لكن بعد 48 بدأ يتخلخل، بدأت الصورة تتخلخل بشكل بطيء، إلى أن وصلنا في الثمانينات القانون لا أحد يحترمه، الكل يسرق، الكل من صدام، من الرئيس إلى الفراش. هذه هي الحالة التي وصلت بها. حرية الرأي كانت نوعا ما جيدة في 48، بعد 48 أصبح هناك قمع فكري لوجود المد الشيوعي والاشتراكي الذي يريد قلب الدولة. هذا هو السبب بالنسبة لي للفشل العلمانية. لماذا نجحت في سنغافورة، نجحت في تايلاند، نجحت في اندونيسيا، الدول الأخرى، لكنها فشلت تماما في العراق؟ أعتقد هو الهزائم الشديدة الهائلة التي حصلت في العراق. طيب أنا انتهت عندي هاي وقتي، تفضل أستاذ أحمد. شكرا أستاذ بلال. يعني عندي فقط ملاحظتي أنا وثلاثة على كلامك نهاية الوقت المحدد لي، لربما أتطرق لهن إذا ما نسيتهن. أنا فقط أريد أتطرق إلى جذور الحداثة. يعني كثيراً ما نسمع مثلاً ما هي الحداثة وما بعد الحداثة، فلربما القارئ البسيط ما يعرف أصلاً كلمة حداثة، من الذي نقصد بكلمة حداثة، متى بدأت الحداثة، ما هو مفهوم ما بعد الحداثة. للعلم نحن لم ندخل لا بالحداثة ولا ما بعد الحداثة.
عندما نأتي إلى تاريخ الحداثة سوف نرى أن الجذور الأولى لهذه الكلمة تعود للقرن الخامس عشر في أوروبا عند اكتشاف أمريكا، عند اختراع الآلة الطابعة، ثم فيما بعد التكنولوجيا والآلة البخارية وغيرها. فبدأت اتجاهات وإيديولوجيات وأفكار تختلف، فتغير المجتمع، غيرت نظرة المجتمع. فبدأت هنا تتأسس فكرتين بسبب الحداثة اللي حدثت بأوروبا، تتأسس فكرتين جدا مهمتين. الفكرة الأولى فكرة الثورة على التقاليد، على التراث وبالتحديد التراث الديني، وثانيا على نفس المحور هي مركزية العقل. العقل كان ما له الدور، كان فقط النقل، ما موجود بالإنجيل وما موجود بالتراث الديني، هو هذا الحقيقة المطلقة. فبدأت الحداثة، عندما نقول حداثة ليست فقط أدوات وتكنولوجيا، هي لها دور. اكتشاف أمريكا لها دور، اكتشاف المطبعة لها دور، دور جدا كبير. لكن مع هذين الأمرين، مع تكنولوجيا أخرى وغيرها، مع ثورة كوبرنيكوس وغيرها، بدأت فكرة الثورة على كل التقاليد. بدأت مركزية العقل، بدأت النقود، يعني نقد العقل الخالص، نقد العقل العملي، نقد ملكة، بدأ نقد التراث الديني بأكمله. أما عندما هاي بالنسبة للحداثة، عندما نتحدث عن ما بعد الحداثة، الحداثة نفسها صارت بانتكاسات، فعلى أثرها نشأ رد فعل إلها سيكون اسمه ما بعد الحداثة. لذلك يرى أرنولد توينبي المؤرخ أنه ما بعد الحداثة كان في سبعينيات القرن التاسع عشر، لكن هناك كثير من المؤرخين يقولون ما بعد الحداثة بدأت على يد الفيلسوف نيتشه عندما قال بموت الإله الإنسان المقدس. لذلك مع أفكار الفيلسوف نيتشه، هنا تجاوزنا الحداثة، تجاوزنا ما بعد الحداثة، لا توجد أفكار مطلقة، لا توجد حقيقة مطلقة، هناك اكتشافات، نظريات علمية، أدبية، سياسية، في كل شيء على الطاق، دائما تتجدد، دائما تتغير، لا توجد حقيقة مطلقة. لذلك الحداثة نادت بالعقلانية، بحرية الإنسان بالعلمانية، وهي كل وحدة لها يعني شرح له أول وليس له آخر. الحداثة نادت بأنه تنظر في أمورك الخاصة وتشوف مشاكلك وتحلها على ضوء ما موجود، مو تذهب إلى التراث وإلى الإنجيل وإلى الكتب المقدسة وتبحث عن حلول. إذن في عصر الأنوار سوف تضاعف وميض الحداثة، لكن ما بعد الحداثة لا، قام على التشكيك والرفض القاطع للمقولات المركزية. لأنه بعد الحداثة سوف نرى أنه هناك استخدام مفرط للعقل، سوف نرى أنه هناك تناقضات، وبالتالي ظهر مفهوم آخر. هاي بالنسبة للحداثة وبالنسبة ما بعد الحداثة. طيب نحن كعراقيين متى أتى إلينا هذا المفهوم، مفهوم الحداثة، وهي حلقة اليوم هذا. الحقيقة هنا نرجع علما إلى مصر. نحن لا نعرف شيء اسمه حداثة ولا حتى ما بعد حداثة. نحن عندنا تاريخنا الديني وتاريخنا الإسلامي وحمدين الله وشاكري، وهاي كل ما شيء موجود نرجع للبخاري للكافي للكليني وغيره ونقرأ، وهذا الموجود، ورجل الدين هو اللي يعلم علوم الأولين والآخرين ويجاوبنا. لكن اصطدمنا أول مرة بالغرب عن طريق الفتوحات النابليونية. عندما أتى نابليون بونابرت إلى مصر سنة 1798 وجلب معه المطبعة، جلب معه المسرح، جلب معه كثير من الأمور اللي تحدث عنها المؤرخ الجبرتي، المؤرخ المصري، لأول مرة يحدث تفاعل بين الشرق وبين الغرب، وإذا بينا نجد أنفسنا أنه هؤلاء في قمة التطور ونحن في قمة التخلف. ولذلك سوف يبدأ محمد علي باشا باستلهام مفهوم الحداثة عن طريق إرسال بعثات، عن طريق جعل مصر دولة أشبه بدول أوروبية، جيش نظامي حديث. وأيضا هاي أول نقطة مثلا دخول نابليون بونابرت إلى مصر وتأثير مصر على العالم العربي. ثانيا سوف تدخل إن الحداثة من باب آخر، الاستعمار. الاستعمار اللي بدأ يسيطر على العالم العربي من الجزائر لحد العراق، سوف يجلب مع هذا الاستعمار كل ما هو حديث، كل ما هو من شأنه أن يكون حديث. لذلك سوف يكون هناك مشروع حداثوي عربي. نحن الآن
لنقل سنة 1900 1910 1920 سوف يكون عندنا بداية مشروع حداثوي يقوم على 3 أمور. أولا يجب أن نلحق بالمدنية الغربية. نحن لا نستطيع أن نكون حضارة عن طريق ما يوجد عندنا من تراث عن طريق السلف الصالح أو غيره. نحن يعني عرفنا قيمة نفسنا أنه يجب أن نلحق بهؤلاء. ولذلك مثلا تجد مثقفين مثل سلام موسى دعا إلى أنه يجب أن نرتبط بأوروبا، يجب أن يكون رباط قوي بأوروبا، نأخذ من أوروبا كل ما نحتاجه من اختراعات من اكتشافات من نظرتهم للحياة تطورهم الصناعي الاجتماعي، نأخذ معهم فلسفتنا، نرسل أبنائنا إلى أوروبا من أجل أن يتعلمون. لذلك يقول الرابطة العربية قوية مع الغرب، سوف نستفاد من الغرب من علومهم من تكنولوجيتهم، لا نستفاد أي شيء من الشرق. طه حسين أيضا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر نفس الشيء سوف يقول، هي واحدة من اثنين، يا إما نرجع للأسلاف ونعيش متخلفين للأبد ونبقى عايشين بالتراث الديني، يا إما لا نصير سيرة الأوروبيين نسلك طريقهم نكون لهم شركاء نكون لهم أنداد عن طريق الحضارة عن طريق التقدم، لأن نحن عاجزين عن صنع حضارة عاجزين عن الوصول إليهم. هاي أول نقطة. مثقفين العرب قالوا 3 نقاط. أولا نسير في ركاب الغرب، ضربت مثل عن موسى سلامة وعن طه حسين. ثانيا دعوا المثقفين العرب إلى تحرير العقل العربي والعقل الإسلامي من كل سلطة ميتافيزيقية، يجب نزع القدسية عن النص الديني، النص الديني يجب أن نقرأ ضمن السياق التاريخي، فالآيات اللي نزلت على رسول محمد تقول لأقتل الكافرين أو كذا وكذا هاي فقط تخص رسول محمد، يعني أنت مو تقرأ أنه قاتلوا الذين كفروا وأيضا بعدك لحد الآن تريد قاتلوا الذين كفروا، أنت مو رسول أنت مو نبي حتى تبقى قاتل، هذا نص أخي تاريخي في سياقه. هاي ثاني شيء يجب أن نتخلص من القداسة النص الديني. ثالثا يجب بعد ذلك أن نعتمد العلمانية. العلمانية هي فصل الدين عن السياسة وليس عن الحياة، ليس رفض للدين، الدين إلى هيبته وإلى احترامه وإلى تقديره لكن في دور العبادة ما يتدخل بالسياسة. ولذلك يقول على سبيل المثال فرح أنطوان العلم يجب أن يوضع عين في دائرة العقل. لماذا؟ لأن قواعد مبنية على التجربة مبنية على المشاهدة أستطيع أن أحكم صحة أو خطأ، أما الدين مبني على من؟ مبني على دائرة القلب. لماذا؟ لأن قواعد الدين مبنية على التسليم على الإيمان. أنت لا شايف الوحي ولا شايف النبي عندما نزل عليه الوحي ولا الملائكة ولا رب العالمين ولا الجنة والنار، فهو إيمان. بينما العلم لا، العلم يعتمد عن طريق العقل عن طريق الشواهد يثبت صحته أو خطأه. لذلك يقول ليس من شؤون السلطة الدينية أن تتدخل في السلطة الدنيوية. لماذا؟ الأديان اختصاصها للآخرة، أن تحسن أخلاقك يا إنسان، أن ما تعتدي على الآخر، أن تكون إنسان حسن السيرة والسلوك من أجل عالم آخر سوف تنال جزائك العادل به وسوف تكون إنسان قريب من الله. أما الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية هذه من شؤون العلم. نأتي إلى موضوعنا العراق، مشكلتنا العراق. العراق بمشكلة نسي يتطرق لها الأستاذ بلال، البداوة أستاذ بلال. العراق تتصارع به اتجاهين، اتجاه بداوة واتجاه الحضارة. العراق طول عمره كان دائما عرضة للهجمات البدوية بكل النواحي، وانتصرت البدوية واندحرت الحضارة، بدأت مثل السرطان تنتشر هذه البداوة. نعم كما ذكرت في تأسيس دولة العراق 1921 بدأت هناك دولة وهناك حداثة وهناك مؤسسات دولة وبدأ النفوذ إلى حد ما، النفوذ البدوي ينكمش إلى حد ما، كان هناك مجتمع مدني طبقة وسطى طبقة سياسية علماء وغيرهم وكان هي اللي تدير الحياة. لكن البداوة زائدا الريف القلق بين البداوة غالبيته مع البداوة وجزء بسيط منه محتك بالمدينة
سوف تكون الطامة الكبرى مع انقلاب 1958. هذه اللي راح ترجعنا 1000 سنة للوراء. وبالتالي أنا ما أتفق مع الأستاذ بلال عندما قال إنه الاعتقالات في العهد الملكي حالها حال صدام. لا يا أخي بلال، أنا وأنت وأخونا منصور عشنا بالثمانينات والتسعينات في عهد صدام. صدام ليس له مثيل، ليس له إجرام. أما الاعتقالات اللي في العهد الملكي معظمها كانت رد فعل عن الضباط الخونة، ضباط مايس وحركة مايس أو الشيوعيين اللي كانوا يشيلون حبال ويتوعدون بذبح وسحل. ما أقول لك أنه عصر ذهبي أو ملكي أو عصر عادل بالكامل، لا، أضحك على نفسي، بي كثير من العيوب، بي لقطع، بي كذا بي كذا، لكن وجوده كان ضمان إلى غد مشرق أفضل لربما. أتوا هؤلاء، وعذروني كلاكم أصدقائي وعذروني المشاهدين، أتوا مجموعة من السرسرية، عبد الكريم قاسم، عبد السلام عارف، لا رحمهم الله، وخانوا البلد وخانوا الملك. ومن ذاك اليوم إلى حد اليوم نحن ندفع ثمن تلك الهجمة الريفية. هؤلاء أبناء الريف، مع احترامي للريف، أنا بالريف، أنا مو بالمدينة، أنا أصلاً وارد بالريف، لكن هؤلاء الضباط اللي أتوا أبناء الريف حولوا لك المجتمع إلى مجتمع ليس ريفي بل مجتمع بدوي. سوف نجد أنه في عهد عبد السلام يتحول عانة هي التحكم، في عهد البكر وصدام تكريت هي اللي تحكم، وبالتالي أصبح الوضع ما أصبح عليه الآن. وأعتقد وقتي خلص وكلامي ما خلص، ف عندك دقيقتين، عندك دقيقتين. المجتمع المتحضر، العفو، الحداثة اللي كانت بالمجتمع العراقي، طبقة الوسطى انتهت مع نهاية الحكم الملكي، بدأت الناس تتطافر يعني تنهزم من العراق بالستينات، هاي أول دفعة، بالسبعينات، بالثمانينات، بالتسعينات، فالحد الآن تجد مثل 5 أو 6 ملايين أو 7 ملايين عراقي بالخارج. الطبقة الوسطى انتهت وأصبحت الطبقة الأخرى هي المسيطرة. كان بعد 2003 بإمكاننا تصحيح اللي الكبة اللي سابقة. نعم، خاصة عندما نأتي دخول الإنجليز سنة 1914، الحوزة العلمية بالنجف، كاظم اليزدي أفتى بيجب قتالهم وكذا، ونقول إنه رجل ما كان يعرف الإنجليز ورجل ساكن بالنجف وما يعرف شنو الوضعية، لكن ثورة 1920 كارثة ليس لها أي داعي. يعني من ضمن أسباب ثورة 1920 إنه الإنجليز وجدوا العراقيين يتغوطون بالشارع، هاي يعرفوها كل العراقيين، وحتى اقرأ علي الوردي لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث سوف تجد إنه مرض الكوليرا والملاريا كان بسبب إنه العراقيين كانوا يتغوطون بالطرقات، فعندما أصدروا الإنجليز ممنوع التغوط، هاي أحد أسباب الثورة للعلم. وعندما ذهبنا نحن كنا بالريف للمدينة سنة 1972، سنة تقريبا 1980، والناس تتغوط بالطرقات عادي، بعدين هاي الطريقة انتهت يعني بعد الثمانينات. فأقصد هناك نبذ، يعني عندما دخلوا الإنجليز 1917 الحوزة العلمية ماذا قالت؟ قالت راح يغيرون دينكم لهذه الدرجة. ولذلك لحد اليوم نحن ضد كل شيء غربي، ضد كل شيء حتى وإن كان يفيدنا. بعد 2003 عندما دخلوا الأمريكان كان بالإمكان أن نستعيد أيضا دور مهم وحيوي للعراق، لكن للأسف الشديد سقوط سهل وسريع ومفرح صدام حسين، ولكن ما حدث بعدها انه تبين انه مجتمع رجع للطائفيه، وهذه ألعن بألف مره حتى من البداوه. شكرا استاذ. نعم، شكرا استاذ احمد. تفضل استاذ منصور، عندك ربع ساعه. شكرا جزيلا، كلش كافي. السؤال هو موضوع طبعا شيق جدا وعميق وفيه تداخلات كثيره، والسؤال الاول لابد ان نطرحه. صحيح تقدمت تعريفات، لكن أنا أيضا عندي وجهة نظر بالموضوع، وهو السؤال ما هي الحداثة. الحداثة هي باختصار شديد جدا تعريف ماكس فيبر اللي هو نزع السحر عن العالم، رفعه نهائيا وعدم النظر إلى هذا العالم كجزء منفصل عنا، إنما نحن جزء من هذا العالم والعالم جزء منا. الخطاب الديني والذي نتبناه جميعا والذي هو جزء من وعينا ورؤيتنا للعالم ولأنفسنا وثقافتنا عموما هكذا عبر 3000-4000 عام، وما زلنا هكذا نحن نعتبر أننا
لسنا جزءا من هذا العالم او نحن منفصلون عن هذا العالم ولدينا انتماء مع الاله. نحن وفقا للحداثه اللي هي بعد شيء جديد جدا ومختلف جدا عبر التاريخ البشري لم يحدث مثيل له على الاطلاق، يعني انقلاب جذري الذي حدث ان الحداثه وهي ليست ايديولوجيا بالمناسبه، هي بعد حدوثها بقرنين او ثلاثه بدا الباحثون ينتبهون، شاهدوا هذا الاختلاف الذي حصل بين فترتين زمنيتين، فتره قرون وسطى قالوا حدث انقلاب خطير، هذا الانقلاب هو هذه ابعاده وهذه، لكن في وقتها في وقت ظهور الحداثه وما سمي بالحداثه لم يكن احد يشعر بهذه المساله. بدا الامر بعد ذلك يتضح، وبدات بعد ذلك تعريفات الحداثه، وبدا تحديد ما الذي اختلف، ما الذي حدث منذ القرون الوسطى بعد سقوط القسطنطينيه مثلا. احداث كبرى حدثت، اختراع الطباعه، اكتشاف امريكا، حدث سقوط الاندلس، هجره اليهود، هاي احداث كبرى في التاريخ حدثت ادت الى ظهور الحداثه. المشكله وين؟ حتى نرجع على موضوعنا الاساسي وهو سر فشل الحداثه في العراق. يجب ان حتى نعرف سر فشل الحداثه لازم نعرف نختبر الجواب على هذا السؤال، وهو هل رفعنا نحن السحر عن العالم وعن انفسنا؟ هل كنا نحن كعرب وكمسلمين وكعراقيين اولا، هل كنا يوما ما مستعدين لان نعيد اكتشاف كل شيء بوسائل مختلفه اكثر دقه وتحديدا على التصويب والتصحيح والمراجعه؟ ما راح استعجل الجواب، بس لابد علينا ان نراجع تاريخنا لنجد ما اكتشفناه فعلا وغيرناه عبر تاريخنا من هذه الادوات. الجواب بسرعه حتى لا اختصر اقول لن نجد شيئا اخترعناه واكتشفناه داخل هذا العالم منذ 1000 عام وحتى يومنا هذا، والسبب هو الفقه والفقهاء تحديدا، فهم منعوا الناس من تحصيل العلم، وطبعا مقولات الفقهاء معروفة بهذا المجال، وأنا لا ألومهم على هذا في وقتها، هذا يعني واقعهم والذي والأفق والفضاء المعرفي الذي كانوا يعيشون فيه، ولا ألومهم على هذا، لكن لابد أن أشير إلى هذه المسألة وأشير إلى الاختلاف بين ما نحن فيه الآن وبين ما هم عليه، والذي يريد الكثيرون فرضه علينا كما حدث سابقا. العالم كله تغير، والنتيجة هاي التي نشوفها الآن، العالم كله تغير وتطور وتقدم إلا العراقيين والعرب. كل الناس منذ سقوط الخلافة العثمانية سنة 23، يعني تقريبا قرن وسنة كاملة، نحن في حالة بدأنا بداية جيدة كما أشار بلال وأشار أحمد، بداية جيدة، كانت هنالك احتضان للحداثة، فهم للمتغيرات الموجودة، ومحاولة التوفيق، اشتغل محمد عبده، اشتغلوا بعد ذلك بدأت الفترة الليبرالية، صارت محاولة للملمة أوراقنا والانخراط في العالم، يعني إنه هبوط من السماء السابعة أو السماء يعني ترك البرزخ ونزلنا من البرزخ إلى العالم، نحاول أن نفهم ما حصل. لكن هذا ماذا حصل؟ حصل أننا وجدنا بأننا يعني في أسوأ حال، وهذا الذي نحن فيه حاليا. هنا أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الحداثة لا علاقة لها بالقديم والمحدث الديني، يعني معروف مصطلح المحدث والحديث والقديم والقدم وغيرها، ما لها علاقة. الحداثة لها علاقة ما لها علاقة يعني بالنطاق الدين وعلوم البلاغية السردية. الحداثة لها هي نتاج تراكمي تطوري، أي أن الحداثة هي فعل زمني يقبل بالتغير والتطور، هو ليست دعوة أيديولوجية للتغير والتطور، إنما هي فعل على الأرض، فعل واقعي. المجتمعات الغربية وجدت نفسها بحاجة إلى أن تتطور وتتغير، ليس لأنها تريد أن تتغير وتتطور، لأن الظروف تولدت ظروف معينة جبرتهم على هذا الأمر بمعزل عن بقية العالم، استمر بقية العالم كما هم. هنا
عندما نعرف الحداثة بأنها هي من الحدث، من شيء حدث يعني شيء استجد لم يكن له سابق وجود، بالتالي هذا هنا صار تصادم مع نظرة الإنسان للعالم السابقة وهي نظرة دينية بالأساس. هاي النظرة الدينية كانت وما زالت ترفض أي تغيير وأي تحديث. هنا المعضلة الكبرى. السؤال أيضا رجعنا لأصل الموضوع، هو لماذا نجحت الحداثة في الغرب؟ نجحت الحداثة في الغرب بسبب أنها اضطرت إلى خوض صراع مع الدين وهزيمة الخطاب الديني وهزيمة يعني سحق الخطاب الديني، ليس سحقه التام لكنه عزله، كانت النتيجة أن الدين يعني بات أفضل مما سبق. يعني خلينا نكون صراحة، الآن المسيحية أفضل ما كانت عليها سابقا، اليهودية أفضل ما كانت عليها سابقا، كلهم راجعوا أنفسهم وراجعوا خطابهم، بل جميع الأديان راجعت خطابها ما عدا الإسلام، بقي معاندا وثائرا ومترفعا، بقي في البرزخ لا يريد أن يهبط إلى الأرض. ورأيي أننا عراقيا وعربيا لا نمتلك حتى هذا اليوم الحاجة للحداثة. وحتى أوضح أكثر، خل نرجع للتاريخ ونرى كيف ظهرت الحداثة أو كيف حدثت الحداثة، هي الحدوث من الحداثة. فحدثت نتيجة تغيرات هائلة في العالم الغربي. السبب ما هو؟ ما الذي حصل؟ حتى نفهم ما حصل بالضبط من خلاله نعرف سبب إخفاقنا. ما حدث بالضبط في رأيي، يعني عندي رأي بأنه هنالك حدث بالقرن الخامس عشر، نهاية القرن الخامس عشر، حدث ضغط ديني من قبل العثمانيين، سيطروا على سقطة القسطنطينية سنة 1453 يمكن، وظهرت الطباعة كوتنبرغ بألمانيا يعني هم 1478 شيء من هذا القبيل. أيضا هنالك كانت هنا يعني عندنا عثمانيين، عندنا روما البيزنطية، عندنا العثمانيين بقت شوية من بيزنطة، بعد ذلك روما الفاتيكان موجودين، هؤلاء مهيمنين على الموضوع بأكمله عثماني. فالغرب الأوروبي تحديدا هولندا وفرنسا وإنجلترا، هؤلاء وجدوا نفسهم في حالة يعني هنالك حاجز هائل بينهم وبين العالم الشرق الأوسط والهند والصين، قطعوا عليهم طريق الحرير. فهذا اضطروا إلى ماذا؟ اضطروا إلى اختراق المحيط الأطلسي، واضطروا إلى الدخول، وبعد ذلك اضطروا إلى دوران حول رأس الرجاء الصالح بفاسكو دي غاما وجماعته، عبروا إلى الهند الغربية. عندما عبروا يعني تجاوزوا هذا الحاجز الكبير بينه وبين وهذا أدى، كانت نتيجة كيف حدث هذا؟ حدث أن هناك ثورة سكانية موجودة في هولندا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا. هنا هؤلاء يقول لك أنا محاصر، إما أنا أكون كاثوليكي وهؤلاء أدفع عليهم ضرائب، وما يعني مسألة اقتصادية معقدة جدا. لكن بالنتيجة هذا الحدث غير وجهة نظر الإنسان الغربي في تلك المناطق للعالم وكل شيء. هذا لم يحصل لدينا، لم نواجه هذا الضغط الكبير الذي جعلنا نخوض البحار ونعبر المحيط بحر الظلمات كما يسميه العرب. هذا الشيء الخطير ما حصل عندنا، لهذا السبب ما نشعر بالحاجة لهذه المسألة. هنا السؤال، وأدى بعد ذلك إلى تمردات مختلفة، تمرد على المستوى العلمي، ظهر غاليليو وقال إنه الإنسان ليس مركب الكون، بعد ذلك تمرد على الصعيد الجغرافي، تمرد واخترقوا الأطلسي كما قلت، وهناك تمرد أيضا تمرد علمي إنه الإنسان لم يعد مركز الكون، بل الأرض نفسها مجرد جرم بين السماوات. أيضا بعد ذلك تمرد الفكري، طلع المنهج الشكل داري ديكارتي، قال لا أصدق بأي شيء، أنا أفكر إذن أنا موجود، لا علاقة لي بأي منظور علوي، أنا من هنا تخرج المعرفة، وأسس المعرفة تأسيس حقيقي. بعد ذلك أسس منهج الشك، ومن خلال الشك بدأ الظهور المعارف. أيضا بيكون اشتغل انقلب على المنطق الأرسطي، قال لا كليات ولا أي شيء ولا بطيخ، يعني على طريقة
الأفلاطون الكليات والجزئيات وما أعرف إيه كله ما في كليات أكو هنالك منطق الأرسطو انتهى بدأت يعني إنه هنالك حقائق موجودة نستنبط من أثر نستقرأ من أثر الأشياء وخلاص ماكو كل استقراء ناقص ما في استقراء كامل هذه كلها غيرت كل شيء وما زالت تتغير بسرعة فبالتالي احنا نسأل ماذا من الذي حدث لدينا كعراقيين لكي تحدث الحداثة هناك كلمة حداثة وتحدث ايضا الجواب مقدما باختصار ما حصل عندنا اي شيء بل بالعكس احنا حاربنا كل حدث جديد كعراقيين وكمسلمين وكعرب هذا ماذا قادنا لعدم اكتشافنا اي حقيقة طبيعية علمية نستطيع ان نؤسس عليها معارف ومفاهيم لها مصادقها في الواقع كل ما لدينا الان حقائق إلهية غير مدركة وكل ما علينا أن فقط أن نكتشف آيات هذه الحقيقة الإلهية في أنفسنا والعالم كل شيء من خلق الله أي أن واجبنا فقط أن نمدح ونردح ولا نخدح بهذه الحقيقة الإلهية وأن نتوسل إليها ونتعبد عليها هذا واجبنا واجبنا أن نمدحها ونشكرها ليل نهار أي إضافة مصدر شر وفتنة أي إضافة أخرى قصدي هو مصدر شر وفتنة وبدعة وهذا ما ثقف عليه الفقهاء أتباعهم وأكو مقولة ابن جوزية يقول إحنا هذا العلم ما نحتاجه ما نحتاج هذا العلم ليس لدني يعني ما نحتاجه أعتقد مدارج الصالحين في الشيء كتابة اللي قرأته بالمقدمة يذكر العلم ما نحتاجه هذا العلم الطبيعي نسيت تسميته مالت علم اللدني وعلم الشرعي وعلم الأبدان وغيره ما أذكر بس مهم العلم الطبيعي هذا الطبيعي قال ما نحتاجه لأن هذا كل ما تمعنا فيه أكثر كلما قلت يعني قلت عظمة الله يعني قد يؤثر على وجهة نظرنا بعظمة الله فبالتالي هذا ما يفيد نرجع إلى بغداد بغداد كانت قرية يعني أو نرجع إلى 1256 يعني بين بغدادين السؤال ما الفرق بين بغداد يعني بغداد التي سقطت سنة 1256 تحت سنابك هولاكو وكان مستشار الطوسي وبغداد التي سقطت سنة 2003 كان واحد من الصعد والدبابات هو أيضا خلفاء أو ورثة الطوسي وورثة الغير طوسي يعني السنة والشيعة كان معهم الأكراد فبالتالي ما الذي حصل حدث السقوط سقطت بغداد مرتين وهذا السقوط نتيجته كانت انه كل واحد منا بدلا من ان يفهم ما حدث وبدلا من ان يجتمع وان نعرف ان العالم تغير لا كل واحد منا رجع علما رجع على جذوره العشائريه والمذهبيه وهذا اصل الخطا الاكبر اللي يجيب على سؤال لماذا فشلت الحداثه في العراق هذا الاصل احنا نتحدث بعد يعني تخيل 2003 وراح بشويه بدنا نتحدث عن المحاصصات يعني كنا مسألة شنو المحاصصات شنو كرد شنو سيعة شنو سنة هاي كانت مسألة نوعا من عار أحمد يتذكر يعني من عمري يعني تقريبا وإحنا شايفينها أنا مشارك بحرب إيران أيضا فأتذكرها يعني فبالتالي عندما يجي واحد يحكي المحاصصات هاي كانت مسألة معيبة يعني شنو تحكي المحاصصة شنو هاي حصتي شنو مذهب وشنو استحقاقات لكن بعد ذلك مع الزمن صارت مسألة طبيعية واستحقاق مشروع هذه المحاصصات عبثت بمصيرنا ومصير شعبنا ومصير الإنسان في هذا المكان ومصير الإنسان في المنطقة عموما بعد ذلك رح نتحدث عن الاحتلال الأمريكي أوكي احتلال أمريكي لكن بعد ذلك وراها لا هذا الاحتلال لازم نتخلص من عنده طلعت لك مقاومة وقصص المقاومة والآن صارت ما أعرف وين مهم قلنا بوقتها لا طلع يعني أتذكر قالوا لا إحنا قادرين على صناعة دولة وديمقراطية ناجحة بعد ما نحتاج الأمريكان وعندنا جيش قوي ونقدر نحمي نفسنا هاي 2011 طلعوا الأمريكان طلع الاحتلال تفاجأنا بعد ذلك بداعش تحتلنا تعرضنا لاحتلال هذه كارثة يعني هذا يوضح بأننا ما زلنا شعوب قاصرة وغير قادرة على إدارة شؤونها ندعي ما ندعي وما زلنا ندعي أشياء ليست بإمكاننا ما لا نستطيع التوحد نعم. كما نعم. قلت لا تأخر الوقت أي نعم المهم نعم هذا اللي حصل يعني الحداثة اللي وراها إجوا الإنجليز يعني عندما تحدث العثمانيين سقطوا
قبلنا الانجليز على مضض، وسبب انا برايي ما كان السبب انه كما اكو اشارات صارت على هذا الموضوع، السبب ما كان انه هناك تغير في العقليه العربيه والعراقيه الاسلام، والعقليه هي عقليه دينيه صرف يعني، لان ما عندنا غيرها يعني، هاي مشكله احنا. بس صار صار واقع حال يعني، الحداثه موجوده، دخلت الطياره، الدراجه، السياره، المكائن الخضراء، خياطه، مطارات المي، شوارع امتدت، هذا كله علوم حديثه. لكن الادويه، لقاحات، هذا الامر كان صدمه كبيره حتى الرجال الدين، الشعب باكمله، الناس باكملهم، هي كان شنو بغداد عباره عن يعني يعني مكان قذر بصراحه يعني، مجموعه قريه صغيره وكلها امراض، وكما اشار احمد يعني. المهم فبالنتيجه احنا كانت صدمه الحداثه، لكن صدمه الحداثه ودخول الانجليز علينا بهاي الطريقه كان صدمه هائله جدا. لكن بعد عقدين من الزمن بدت المشكله كبيره تطلع، وطلعت احزاب قوميه واحزاب، هذا الكارثه الاعظم تمت سنه 58، طلع لنا عبد الكريم قاسم وقتل هذه كلها، هذول سووا بينا هذول لانه يعني جذورهم ريفيه غير متعلمين. نعم هاي ذكرها استاذ احمد. نعم كيف بالتالي احنا الان بالنتيجه النهائيه انا اقول اننا رجعنا للخطاب الديني وارضيتنا يعني عندما ترجع للخطاب القومي، ما هو الخطاب القومي؟ او شنو علاقته بال يعني ما راح يقسم الشعب؟ عندنا اربع انواع، خمس انواع من القوميه، هل هو هذا حل؟ هذا حل كارثي، وعلى علاقه بعد ذلك اكتشفنا البعثيين صاروا اسلاميين. نعم. تخيل. نعم. كذلك بالنهاية العراق، أنا أقول نحن الآن كبلد انتهينا شعبا ودولة مع الأسف. نعم شكرا أستاذ منصور. راح نذكر مداخلة ختامية لكل واحد من عندنا 10 دقائق، راح أبدي بمداخلتي الختامية. طبعا كلامكم كله صحيح، فكرة القبلية هي فكرة قوية جدا، طبعا فيما ذكر أستاذ أحمد أنه كانت متأرجحة بقوتها وضعفها خلال تاريخ الخاصة في العراق، لقرب الحضارة، مراكز الحضارة بمراكز البدو، الصحراء في الجنوب والصحراء في الغرب. طبعا أنا ذكرت سيادة القانون معناها ضعف القبلية، كل ما يزيد الاحترام القانون المدني كل ما تضعف، لأن القبيلة الإنسان اللي يتبع القبيلة يحترم فقط قانون القبيلة ولا يحترم قانون أي قوانين أخرى حتى قوانين دينية. الشخص القبلي يعني يعبد الشيخ، ماذا يقول له الشيخ؟ قرآن، هذا بالنسبة له، فهذه طبعا كارثة كبيرة. الآن بس إذا أخذنا مقارنة ما بين الدول الشرق مثل العراق والدول التي كانت في نفس الظروف، يابان، كوريا، الصين، وخاصة الثلاث دول لأنها أصبحت دول عظمى الآن، اليابان وكوريا من أعظم الاقتصاد العالمي، الصين قوة عسكرية قوية ونظام اقتصادي قوي، ثاني نظام اقتصادي بعد أمريكا، تخيل. ما هو الفرق؟ هذه الدول في بداية القرن العشرين كانت متخلفة جدا مثل الدول الشرق الأوسط. لماذا بعد 100 سنة هذه الدول أصبحت متقدمة بشكل هائل لكن دولنا ظلت متأخرة وفشلت الحداثة فيها؟ فأعتقد أن تطبيق التطور الاقتصادي أو التطور التكنولوجي من الصعب أن توقف أو خلينا نقول تتمرد تماما على كل العادات والتقاليد وبما فيها الأديان، لأنه الدين ليس فقط هو الموروث الوحيد الشعبي، أنت عندك موروثات شعبية مع الدين، عادات بالية جدا موجودة مع الدين، كلها ممزوجة مع بعضها. ختان البنات ليس ما موجود بالقرآن مثلا، ولا موجود بأحاديث مثلا الموجودة في البخاري أو في كتب الشيعة، لكنه موجود في العراق، ختان البنات موجود، وهذا شيء بشع جدا وجريمة كبيرة. إذن هناك كثير من العادات والتقاليد السيئة التي تأتي من ضمن خليط مع الدين. طبعا ليست كلها سيئة، ليس كل العادات والتقاليد سيئة، هناك شيء سيء وشيء جيد. إذن أعتقد أنا
ما حصل في اليابان والصين وكوريا أنهم طبقوا أسس الدولة الحديثة، قانون يفرض بالقوة على الجميع، لا يوجد عشائر، لا يوجد مزاج، لا يوجد أقوام مثلا لأنها متدينة بهذا الدين فهي مسموح لها أن تخرق القانون، هذا غير موجود، والذي يتعارض معه يسجن. طبعا باليابان وكوريا كانوا يسجنون، في الصين كانوا يقتلون هذا الفرق، بس كان قمع شديد لأي مجموعة سياسية دينية اجتماعية تمنع الحداثة، تمنع بناء البلد بشكل علمي حديث، اقتصاد، سياسة، تكنولوجيا، علوم، هذا الذي حصل في تلك البلدان. لكن الفاليوز، المثاليات، العادات، الأديان لم تتغير، بقيت مثل ما هي. ديانة الشنتو لا تزال هي المسيطرة في اليابان مثلا، في كوريا، وتشوف حتى هناك مسيحية، وهناك يعني في كوريا نفس الشيء، هناك مسيحيين، في الصين هناك خليط من الإسلام والمسيحيين لكن أغلبهم طبعا شيوعيين لوجود يعني عصر ماو والقمع الدكتاتوري. لكن بالنهاية هم استطاعوا بناء هذا البلد مع وجود شيء من العادات والتقاليد، لكن أي عادة أو أي تقاليد أو أي فكرة تعارض التطور يجب أن تنتهي. فكرة أن النساء يبقون في البيوت ويغطون انتهت في هذه الدول الثلاث، لأنه هذه الدول الثلاث كانت تعتبر النساء مثل الإسلام، غطوهم، لا أحد يشوفهم، حتى أضرب من الإسلام، يعني حتى إيدهم ما تبين، حتى عينهم ما يبين بالتقاليد الصينية واليابانية، لكن هذا انتهى لأنه ضد التقدم. المرأة يجب أن تخرج تتعلم وتعمل، يجب أن تعمل في كل الطبقات العملية، في المصنع، في المختبر، في الطبيبة، نصف المجتمع يجب أن يعمل حتى يتطور المجتمع، إذا نصف المجتمع جاهل لن يتطور المجتمع. فهذه الأفكار لو كانت طبقت مثل ما كانت في هذه الدول ممكن أن تصير حداثة. يعني نعود إلى فكرة أن المذاهب والأديان والعادات والتقاليد خاصة القبلية هي التي منعت هذا التقدم، منعت حصول هذه البناء الحضاري. يعني هذا كان تعقيبي وتعقيب ختامي. تفضل أستاذ أحمد. شكرا. لا طبعا الخطأ اللي ارتكبته أمريكا أو المصيبة أو الكارثة العظيمة اللي ارتكبتها أمريكا أنه ما كانت تصور الشعب العراقي متلهف للحرية والديمقراطية والعلمانية، وأن نحن نريد نعيش يعني الليبراليين وانتخابات وكذا. هي ما كانت يعني هاي أمريكا القوى العظمى اللي تعرف ما يوجد بالمريخ وعبرة المجموعة الشمسية واللي مهيمنة على العالم. يعني أنا كنت أعرف بشأن العراقي أكثر من الإدارة الأمريكية. نحن نريد أن نعيش، نريد خبز. كان الشعب العراقي محاصر 13 سنة، الأخلاق ساءت، الاقتصاد الدهور، المعيشة الدهورت. أنا كنت موظف في وزارة الإسكان والتعمير، كان راتبي دولار واحد بالشهر، 3000 دينار عراقي يساوي دولار واحد بالشهر. مو يجيك هذا الأردني لو الفلسطيني لو الجزائري وقال صدام البطل العظيم، وهذا البطل العظيم إذا يحكمك تموت من الجوع. فكان دولار بالشهر، ويطلع بالتلفزيون هذا الأرعن الوقح يقول المواطن الأمريكي يعيش، المواطن العراقي يعيش بدولار، هل يستطيع المواطن الأمريكي أن يعيش بدولار؟ هو لا يعرف أن المواطن الأمريكي يعيش بالساعات. يعني صح أستاذ بلال، يعني حسب الساعة يعطونا 10 دولارات ما أعرف 20 دولار بالساعة، إحنا بالشهر دولار واحد، كيف تعيش؟ فبدأ لك الفساد الإداري والمالي والسرقات، بحيث كانت الناس مستميتة، يعني يدخل على البيت انتحاري يسرق حتى لو تقتله، وإذا قتلت العشيرة سوف أيضا من على صدام. هي إيش تحكي؟ هي رادلنا 10000 ساعة حتى نتحدث عن مصايبنا بالعراق، والله العظيم 10 دقائق شنو؟ لا تذكر هاي الدخلة، كانت تدخل الدائرة تدفع 205، تذكرها. كل شيء مصايب. يعني عمرني 40 سنة ولبسنا جيش، سنة 2002 و2008 عمري 40 سنة ولبسنا جيش احتياط. أنا أيضا يعني زين، حتى الضباط يستحون يعاقبوننا أو يقولون يعني رجال كبار. هكذا كنا عايش، العراق كان عبارة عن معسكر. فبالتالي نحن
كان المفروض يعاملوننا كولاية أمريكية رقم 52، هم اللي يتحكمون، انتوا دخلتوا بقوة عسكرية خلاص انتوا حكموا. شيء شبيه مما فعل الإنجليز ببداية القرن. بالضبط عمي، احنا لا علم ولا فهم ولا حتى نزاهة، ولا يوجد. العراقي للأسف شديد ما عنده مواطنة، الشيعي مخافعش شاية والنوب ما يصب عليه الصبح، الشيعي ما عنده انتماء إلى وطنه، انتماء لإيران، يعني أقول لك أكثر من 70% من الشيعة. السني ما عنده انتماء للوطن، انتماء للسعودية والتركية. تركيا. الكرد ونكون واقعين ما عندهم انتماء للعراق بالكامل. 99 إذا مو 100% من الكرد ما يشعرون نفسهم عراقيين، وهنا ما لومهم. لأنه حتى يعني بيش يضربهم بالكيمياء ويضربهم بعد ما خلى شيء ما ضربهم أنف بالأنفال 170 ألف كردي قتل. فلذلك لا توجد روح مواطنة، كانوا المفروض بالأمريكان هم اللي يقررون نصير منا نأتي منك. وإذا بيهم السعودية تتحكم وسوريا وإيران والكويت ومصر وتركيا وأمريكا مثل الهبل، مثل الهبش، مثل الطرطور. قناة الجزيرة تحرض والأمريكان ولا كأن، ودفعوا 4000 جندي أمريكي وأكثر من 100 مليار دولار. وبالأخير تركوا العراق، العراق حطام، العراق حطام طبعا من 58، ليس حطام العراق من 58 هو ليس الدولة. مو يأتيك هذا السيسي المهرج المصري ماذا يقول؟ يقول إنه العراق لم يعدش دولة بعد يعني بعد سنة 2003، على أساس كان دولة يعني بعد صدام من عهد عبد الكريم قاسم الأعلى علي عبد الرحمن عبد السلام للبكير الصدام، نحن سلطة وليس دولة، لأن الدولة لها مرتكزاتها تنفيذية تشريعية قضائية انتخابات غيرها، هاي كلها كانت موجودة بالعهد الملكي، لكن بنسبة يعني ليست كما في العالم الغربي. ومؤكد نحن دولة صارنا 37 سنة بالنسبة للنظام الملكي، 37 سنة لا شيء بعمر الدول. يعني في الثورة الفرنسية احتاجت لها 150 سنة، الثورة الإنجليزية وثورة كرومول احتاجت قرون، ومن قبلها الماغنا كارتا من 1222 يلا استقرت المرأة سنة 1920 بدأت تنتخب بإنجلترا. ف37 سنة لا شيء. لذلك عندما يا صديقي عندما تبحث عن عيوب في النظام الملكي هي 37 سنة، فكذا لازم الملك يشدد، لأن نحن لا نستطيع أن ندير نفسنا بنفسنا. نحن حتى ما عندنا انتماء وطني، ما أعرف هل العراق فقط ما عنده انتماء وطني لبلده أم بقية الدول. أنا أكد لك أن العراقيين هذا شيء، شوف هذا الشيء ليس فقط بالعراق، يعني ألمانيا لم تكن دولة عظيمة إلا في نهاية القرن التاسع عشر، نهاية 1800 فقط تحولت إلى قوة أو قوة عظيمة، لأنه البروتستانت والكاثوليك كانوا على حروب مستمرة من ظهور طبعا مارتن لوثر إلى 1800، إلى بدايات 1800 حروب بينهم وذبح ودماء بينهم. تشوف النص الشمالي موالي مع إنجلترا، النص الجنوبي موالي مع النمسا ومع فرنسا. هذه الدماء لم تنتهي إلا بعد وصول بسمارك للحكم اللي هو بنهاية القرن. فإذا أيضا ما كان عندهم أي ولاء وطني أو شعور وطني ألماني. فهذا الشيء ليس يعني ليس فقط العراق. وأريد أقول شيء مهم، أننا فعلا يعني قلبنا يدمى على العراق، لأن إحنا أبناء العراق، إحنا ننتقد لكن ننتقد يعني بحرقة وألم كبير. يعني أنا لا أتشفى بالحالة اللي وصل إليه العراق. يعني هذا شيء مهم أنه نذكره. فقط نقطتين وأنهي. النقطة الأولى، شوف الثقافة العفنة اللي روجها حزب البعث في نفسية العراق. فلسطين فلسطين، العراقي يقوم يقعد فلسطين، بحيث العراقي جالس في نص الخيسة وكادت الفقر يبشي على فلسطين، هو ما يعرف أن الفلسطيني أحسن منه. بل أقول لك أن الفلسطيني الآن الموجود في غزة، مو بالضفة الغربية، اللي موجود في غزة أفضل من العراقي الموجود بالناصرية والبصرة اللي هي أغنى مدن العالم. لكن ابن البصرة والناصرية بسبب الثقافة البعثية العفنة ثم الثقافة الإسلامية الموالية لغير العراق أصبح وهو حافي يبكي على مصائب
المصائب غيره، وهو لو تعدد المصائب اللي هو بيها ليس لها أول وليس لها آخر، فأصبح ما يشعر، أصبح ميت، أصبح أنا جامدة. فهاي لها أول نقطة. ثاني نقطة، هل الإمارات العربية المتحدة دولة متطورة أم متحضرة أم دولة حداثة؟ إحنا موضوعنا على الحداثة. نعم، الإمارات العربية دولة حداثة، حديثة كما يقول أخي منصور كما تشاء، لكنها غير متحضرة. الحداثة نعم، الحداثة عمارات، شوارع مبلطة، مياه، خدمات، مجاري، صرف صحي، ما أعرفش، هاي كلها موجودة، إذن هي دولة حداثة. لكن الحداثة مو اللي هنا وتقف، كما نقول السيارة نص محرك، هذا نص، بعد نص المحرك الآخر الديمقراطية، حقوق المرأة، حقوق الطفل، العلمانية، عقد اجتماعي، قانون، قانون يسرع الكل، وليس أمير مثل هذا اسمه محمد بن راشد الديوان المكتوب بكيف يقرر، أو مهسة لو يقتل 10,000 إماراتي من يحاسبه. فنعم الإمارات دولة حديثة لكن ليست كاملة الحداثة، وبالتالي ليست متحضرة، نعم متطورة. شكرا صديقي. شكرا أستاذنا. ختاما أستاذ منصور، لا هو موضوع شيق كثير، وكثير من النقاط ما أعرف شرح بيش أبدي بالشيخ. عموما أنت تحدثت عن موضوع لماذا، سؤال مهم جدا طرحت من البداية، أنه لماذا نجحت سنغافورة واليابان والصين. الجواب ببساطة برأيي، أنه هاي دول وشعوب ما أدها أديان شمولية، ما عندهم هذا الدين شمولي، فبيستطيعون مراجعته. وأيضاً عندما تروح على الديانة يعني، أو هي ليست بالديانة، إحنا نسميها ديانة الكونفوشية، ما عندهم هذا الشيء، إنه هذا هنالك عالم علوي، هناك نوع من التواصل بينهم وبين العالم، لا يوجد انفصال بينهم بالعالم. وهو اللي أشار إلى أيضاً صديقنا أحمد، إنه قال بأنه إحنا راحت من بالي، المهم انه والله راحت، مع راحت الفكره. المهم فقال شيء انه احنا من هنالك شيء حدث عن فلسطين، قال عن فلسطين انه احنا شنو علاقتنا بفلسطين، يعني احنا عندنا كاتلنا الجوع والمرض والحصار والاستبداد والدمار والخدمات وسوء الخدمات وكل شيء غير متوفر لدينا، ومشغولين بحرب فلسطين من صدام حسين الى اعداء صدام حسين، اللي هو نفس القصة. فبالتالي ظهر بأنه الموضوع يعني سببه الرئيسي أنه هذا الانفصال بيننا وبين الواقع، إحنا نعيش على هاي الوغف اللغوي أو العلف البلاغي اللي نسمعها نألف بهذا العلف البلاغي، ونعتقد بأن العالم هو هذا العلف. تعودنا على طعمه يوميا 24 ساعة، بث مستمر من المنابر، من الفضائيات، من الجزيرة، من الخنزيرة، من المعرف شنو، كلهم يأخذون ملايين ومليارات، ومن الجهتين، من الشيعة والسنة، لأن هناك إيران وهناك قطر وتركيا، شغل حلو وانحصار من جميع الجهات. يعني الشغل حلو، والناس تحب البساطة، ناس سدج أغلبية، ومو سدج، جرى جعلهم سدج عمدا، وهذا الشيء هو الذي يدفع. مهم عموما، القول انه ما سبب فشل المشروع الحداثي، ان قلنا هنالك مشروع، السؤال الجواب الرئيسي هو هذا، انه احنا معارضتنا لا تختلف عن السلطه، يعني معارضتنا هي المشكله الخطيره، انه تجد المعارضه تجد انه لما تجد كراسي السلطه تجد انها أسوأ من السلطه نفسها. فبالتالي مشروع الحداثة لا يجد أرضية خصبة يستطيع أن يستند إليها ويستطيع أن يتأسس على أساسها. وهذا يستدعي من عندنا أن نسأل لماذا الفشل. الفشل أولا هيمنة الديني، إحنا ما عندنا شيء خارج في واقعنا خارج هيمنة الدين. الدين أنا ما أقصد رجال الدين وما أقصد الدين فقط، أقصد هذا الرؤية الدينية للعالم وللنفس والأشياء، هذه الهيمنة الكاملة على الدين هو أمر أعمق وأمضى بكثير من، هو موجود في أدق تفاصيل حياتنا، هو يتحكم بمفاهيمنا، رؤيتنا لأنفسنا، رؤيتنا للآخر، كيف نتزوج مثلا، أبسط الأشياء، كيف نتزوج، هي مو مسألة فقط شرعية، هي
ايضا فصل الاناث عن الذكور. الدين شبكه غير مرئيه، لكن هاي الشبكه غير مرئيه ترسل خطاباتها واوامرها عبر الكلمات والاصوات والرموز والحركات والاشارات. النتيجه وين وصلنا؟ احنا كلنا تقريبا نحارب من اجل ثوابت الدين لا ثوابت الحياه. لهذا السبب شبنا نريد ان نذهب الى الشهداء بالملايين، يصرخ نصلي نصرخ فرحانين شهداء بالملايين. لك شنو بالملايين؟ يعني هو اصلا انت عندما تخوض معركه وصراع من اجل ماذا؟ من اجل الحياه، مو من اجل تموت. نعم، هي تقريبا كل الاديان هي تخدم الالهه ولا تخدم الانسان. الالهه مش شراء. انت تخيل، حتى تخيل فكر بيها، كل الشرائع حتى الأديان الوثنية هي خدمة للآلهة. أنت خادم للإله طبعاً. أنت تحاول أن ترضي الإله، حياتك كلها فقط لترضية الإله. هو الوجه الآخر للحاكم، وجه الآخر للسلطة. من هو الإله؟ يعني عندما تيجي تقرأ، أنا عندي تحليل هذا الموضوع. بس المهم إحنا كلنا نحارب من أجل ثوابت الدين لا ثوابت الحياة، ثوابت الله لا ثوابت الإنسان وحقوقه. وهذا جعلنا نتورط بحروب الثابت اللي لا نهايه لها، والتي لن تنتهي لو مليون عام. حتى صدام عندما حارب ايران استخدم خطاب ديني، قال احنا نحارب المجوس. تخيل، على اساس هو قومي بعث عروبي ابن الاوادم. لكن حتى يبرر حرب، حتى من حارب الكويت، عندما حتى يبرر حربه قال انا احارب اسرائيل والكفار الامريكان. وخطاب الإعلام، أنا كنت متابع الموضوع الإعلام. هو تحول تحول إلى ديني تماما في نهاية حكمه. مو هذا اللي يكشف الحملة الإيمانية. الحملة الإيمانية نعم. 96 وسمى نفسه عبد الله المؤمن. نعم. وبدأ قومي وانتهى عزوز. عزوز إمام. انتهى إمام. انتهى إمام طبعا عزوز. وحد الآن أولاده أو اللي رباهم الآن هم بالمناصب العليا، اعرفهم شخصيا، اعرفهم يعني معروفنا، ما اريد اكشف الامور. المهم هاي الهيمنه عبرت عن نفسها في رسوخ مفاهيم داخل الوعي العام، وهاي المفاهيم كلها ما لها علاقه بالواقع، ما لها علاقه حاجات الناس الاساسيه. مفاهيم لها علاقه بالوحي، بالنبوه والامامه والحق والباطل والشريعه والحلال والحرام. هاي كلها ما لها علاقه بالحداث، ما لها علاقه بالانسان. الحداثة لها علاقة بالإنسان، هي نزع السحر عن العالم، إعادة سلطة الإنسان على واقع على حياته. هي هاي القضية الحداثة. بالتالي أنا برأيي أنه هي أكو سوء فهم للموضوع. حداثة ليست عقيدة، العلمانية أيضا ليست عقيدة، وهاي المشكلة. إحنا نفهم أصور أنه هي مسألة مثلا نريد ندافع عن هاي العقيدة، لا بالعكس، إحنا مشكلتنا شعوب عقائدية ولا نفهم الأمور إلا بطريقة عقادية. هاي المصيبة، إحنا ما نعرف. يعني لازم واحد يقودنا مثل القطيع، لازم عندنا راعي وإحنا راعيين. فما تعلمنا على هاي الثقافة، بالتالي حداثة مسألة صعبة علينا ما نستوعبها. السبب الثاني هي أخلاق العبيد اللي طبقنا عليها بسبب هاي النزعة، اللي إحنا ما نعرف نعيش بدون عقيدة. إما تصير بعثي، إما تصير شيوعي، إما تصير عشائري، إما تصير متطرف شيعيا، متطرف سنيا، داعشي. يعني تستمتع بهاي المسألة، يستمتعون، يتنومس بالأراء، يتنومس. يعني على الحقيقة القبلية تحول الإنسان إلى تابع، وهو ما عنده ستكون تابع، لأنك ما راح تفكر يعني بحرية تامة وتحلل وتقرر، بينما راح تكون يعني أعمى، تابع أعمى. فالقبلية هي، والقبلية ليس فقط كعشيرة. يعني أنا متفق معك أنه إذا كانت قومية، إذا كانت دينية، إذا كانت مذهبية، حتى إذا كانت ضد الدين، هناك كثير من الملحدين واللادينيين يفكرون بطريقة القطيع ولا يفكرون بطريقة التحليل العلمي الصحيح. هذا قصد، إحنا ما نحتاجه. يعني أنت متعود، مستقطب أصلا. لأن إحنا، أنا أقول دائما أنه إحنا كأفراد الجمعي فينا أكبر من الفردي. يعني إحنا محقونين بالجمعية، يعني إحنا محقونين بالانتماء إلى الجماعة.
وانا اسميها القطيع البشري القبلي. فحتى هو ما يعرف ما عندما انت يحتاج علي وعليك عندما ننشر اشياء هو يتصور انه هذا واقف ضد القطيع يريد يشتغل حارس القطيع امامه حارس الجماعه تتعرض يتحدث باسم الجماعه ويتحدث كحارس وعليه ان يدافع عن حياض الدين وحياض الجماعه وحياض العشيره وحياض اي شيء فهو دائما وطبعا حقه يعني ما لوم هذا اللي يسوي هذا الشيء لانه فاهم الامور بهاي الطريقه وكل شيء في الحياه يحرضه على فهم الامور بهاي الطريقه. اختم حتى ما اطول. احنا بحاجه السؤال الاساسي هل نحن يعني انا قلت انه انا هاي ثقافتنا والحداثه لم تتاقلم معنا ولا توجد دوافع لها. السؤال هل نحن فعلا بحاجه لحداثه وتحديث؟ طبعا سؤال صعب واتركه ممكن لحلقه الواحده يعني لكن جواب الأولي إحنا ما زلنا غير مؤهلين للحداثة وما زلنا لا نشعر بالحاجة إليها بعد. والسبب هو أنه إحنا بسبب أيضا ضغط العالم الرأسمالي وهي التهمة للعالم الغربي ما زلنا نشعر بأن هاي الحداثة ومنتجاتها مسخرة لنا يعني الله سخرها لنا وما نحتاج إحنا نتكبد عنها تشريع أسسها ومنطلقاتها ولا نشتغل علميا بها ولا نفتح مختبرات ولا بحوث. كافي واحد النافق كافي انه نطلع شهادات ونعلقها بالجدران انا الدكتور الاستاذ الدكتور الشيخ الامام طبعا هن كلهم خلطه بيطه يعني الشيخ وامام ودكتور وبروفيسور يعني شلون جمعها ما تعرف مثل جمعة الجمهوريه الاسلاميه شلون جمهوريه شلون ما تعرف المهم صارت يعني فهي هكذا شكليات نستحوذ على مناصب الدوله نكذب النافق لكن لا شيء على الأرض لا تغيير إلا ملابسنا وبيوتنا الخارجية نصبغ خوص صبغ جديد سوي جدار سيارات حديثة أعرف ما أعرف بالعراق الآن هاتو تاتو ماتو ما أعرف يسمونهن واني سيارتي موديل 99 لحد الآن. المهم بس تغييرات سطحية هذا يكفي ليش تعب نفسنا. أختم بالقول إحنا ما زلنا جماعات وما زلنا لا نستطيع تشكيل مجتمع حقيقي لا نستطيع صناعة تأسيس دولة لا نستطيع أن نفك أن نكون أن ننطلق في حداثة أو نندرج بالعالم السبب الأساسي ما عندنا مجتمع وهذا اللي يمنع حصول رجال الدين بالمناسبة مع الأسف وسيحاسبهم التاريخ على هذه المسألة. مع احترام لكل رجال الدين أنا ما عندي مشكلة هؤلاء يمسكون برقبة الناس ويختطفون حقهم باسم المقدس مع احترامنا للمقدس هؤلاء يختطفون حق الناس وفي اختيار مصيرهم بحرية وأنا أرى بأنه متى ما شعر الناس بالحاجة لهذه الحرية وهذا اللي أتوقع قريبا وليس بعيد يعني بعد فترة لكن هذا الشيء راح يشعر بالناس فعلا عند ذاك سترتخي قبضة باعة الوهم نعم الكبير هذا على الناس. نعم نعم نعم. أستاذ أحمد عندك أي ملاحظة قبل ما لا فقط أبدأ من حيث انتهى أخي منصور. الوهم قد يكون ديني قد يكون قومي قد يكون ايديولوجي شيوعي أو غيرها يعني تعال مثلا في بداية الحرب العراقية الإيرانية تذكرون ثلاثة كنا أعتقد موجودين بالعراق في 1980 الشهر التاسع هي بداية الحرب فكانت بدايات مجيء الشهداء العراقيين كانت كثير من العوائل عندما يأتي منهم شهيد تجلب زفة يعني هؤلاء ما يسموهم بالفصحى يعني احتفال الاحتفال يعني بالعزفون المعزبين نعم. نعم لا اللي يعزفون العازفين وكذا يعني كانوا سبت عرس الطبل احنا نسميه فيجيبون مزيقة وطبل ياخذوه من البيت الى المقبره دفن يعني حتى اتذكر انا كنت بوقتها عمري 13 سنه كان هناك مجنون كان يصور انه زفت عرس فدخل معهم وهو يرقص ويهز كان يصور انه هي مثل عرس فكانوا كثير من الناس يعتقدون انه هذا ابنهم يعني شهيد شهيد بالجنة. نعم شهر شهرين
ثلاث شهور أربعة ست شهور من خير. الناس كانت تصور الحرب شهر شهرين، وإذا بها تقصد الابن الثاني والابن الثالث والأب والأخ وابن الخال والجيران وابن العم. الناس بزعت بزعت، فبدأت هي تهرب. لم أجد شخص يتمنى أن يحارب، سواء من أخي الكبير إلى أخي الوسطاني اللي أيضا أخذت الحرب استهلكتها استشهد بها، وحتى أنا عندما كنت في الجبهة وكذا، لا يوجد شخص لا يتمنى أن يهرب. لكن تعرفون خلفنا كانوا فرقة الإعدامات، وفي المناطق يوجد البعثيين الذين يكتبون تقارير على أي شخص هارب. فلذلك في البداية حلوة، يعني الناس يعني تعيش الوهم، وهم قومي، وأيضا تعيش وهم ديني، وتعيش وهم شيوعي كما في الدولة الشيوعية وأوروبا الشرقية والآن الصين وكوبا وفنزويلا وغير هاي الدول التعبانة. تعيش أوهام، وهم العروبة، عشت الصين طويلة وهم العروبة، وأنه إحنا جزء من وطن عربي، ثم اكتشفنا أنه نحن في البلد الواحد نكره بعضنا بعض. نحن الشيعة لا نطيق السنة، والسنة لا يطيقون الشيعة، والعرب لا يطيقون الأكراد، والأكراد لا يطيقون العرب، وحتى القوميات الأخرى ممزقة. اليهود، ثم أتى الدور على الكرد الفيلية، ثم أتى على المسيحيين، ثم أتى على الصابئة، ثم أتى على الإيزيديين. فنحن ليس هذا فقط، الشيعة فيما بينهم حروب حثت، صح أم خطأ؟ هذا بالإعلام موجود، صح. بين ميليشيات كذا وكذا والحدران، السنة نفسهم ألبو فهد مع ضد داعش وغيرهم، كلهم سنة. الأكراد فيما بيناتهم ضد صدام حسين، هم بالستة وتسعين جماعة برزاني مع جماعات طبواني، ثم يأتي برزاني يستنجد بصدام، بصدام اللي ضرب الأكراد كيميائي وقتل 180,000 واحد، يستنجد بصدام ضد طلباني. فعن أي أمة عربية كسيفة تتحدثون؟ عن أي أمة إسلامية تتحدثون؟ عن أي إنسانية شيوعية عالمية؟ ما أعرف إيش. خلونا ببلدنا، هذا البلد اللي هو على قدنا ويليق بينا ونحن نليق به، ونعيش أخوة فيما بعد. أنت يا بلال المصلاوي من الموصل، ومنصور، منصور من الكوتة، من الناصرية، من الشطرة، أنا من الشطرة، ابن الناصرية جنوب العراق، وأنا ابن بغداد، يعني أنت بلال ابن الشمال، وأنا ابن الوسط، ومنصور ابن الجنوب، كلنا أبناء بلد واحد بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية والعرق والانتماء. يكفينا أن نتوحد فيما بيننا، بلا أوهام عربية، بلا أوهام إسلامية، بلا أفكار أيديولوجية لا تصمل ولا تغني من جوع. هذا شكرا أستاذ أحمد. هذا الشيء الذي كان أهلي يتذكروه وقت الملكية، كان يقولون المسلم والمسيحي يتزوجون، الشيعي والسني كانوا زواج بينهم، يعني كان أكو محبة، هناك كردي يتزوج من عربية، يعني كان أكو خليط فعلا وسلام ما بين كل هذه الفئات. بس هذا الكلام كله خمسينات وأربعينات، لمن وهذا الكلام كان بالثمانينات صراحة، يعني على فكرة لم يكن الآن، الآن أسوأ بكثير، صح. بس هذا الكلام اللي يعطينا انطباع أنه كانت الأمور أفضل بكثير، على الأقل كان هناك سلام ما بين الأمور رغم لعني وسبي ومقتي ولعنات لا تنتهي على عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، لكن العراق أيضا كان ماشي، نعم. ماشي بعهد عبد الكريم، ماشي بعهد عبد السلام، عبد الرحمن ماشي جيد جدا، لأن عبد الرحمن الرجل لا قتل ولا سجن. عبد الرحمن أعتقد أفضل رئيس يعني إجا بتاريخ العراق، جمهورية، نعم. حكم، نعم. دولة العراق، هذا الرجل عبد الرحمن بدليل أنه صار الانقلاب مع البعثيين ما قتلوا، لأنه لم يقتل أي إنسان، لم يعدم أي معارض أبدا. أفضل فترة في تاريخ العراق هي عبد الرحمن عارف. عبد الرحمن عارف، نعم، كان مسالم جدا، وكل وعلى فكرة كل المشاريع اللي تمت بالسبعينات ثمانينات بدت بوقت عبد الرحمن عارف. أنا هذا أبي قال لي هذا الحكي، نعم. بعد عبد الرحمن عارف أتى حزب البعث هماشي، أحمد حسن البكر هماشي، تيزاب وناظم قزار هماشي، الحياة ماشية بالعراق. الانحدار لا يأتي بشكل سريع، لكن هي صعود إلى الهاوية، لكن نعم. ماشي. الدمار الحقيقي للعراق بمجيء صدام حسين، نعم.
بإشعال حرب مع إيران ليس لها أي داعي، ثم حربها مع أمريكا بال91، ثم حربها مرة ثانية الأخيرة بال2003، ثم ضربة بسلاح الكيماوي ودمار للجنوب وشيعة الجنوب مثلا، وقتل القيادات السنية ولرفاق البعث. صدام حسين دمر النسيج المجتمعي، دمر الحضارة، دمر البلد، دمر الاقتصاد، دمر الشرف، دمر كل شيء جميل موجود بالعراق. هو فعليا فعليا صدام ركز الفكر القبلي وفكرة السرقة، لأنه الناس كلهم يتعلمون من الرأس، إذا الرأس يسرق الكل يسرق. صح. فصدام كان يسرق بشكل علني من الخزينة، خزينة العراق هو وأولاده. البكر لم يكن يسرق، أحمد حسن البكر هم تكريتي وهم سني وهم عربي وهم بعثي. نعم. لم يكن يسرق الرجل. إيه. سرقات أقل بكثير. نعم. طبعاً طبعاً. نعم. أما عبد الرحمن لا، ولا عبد السلام، إجا صدام حسين وإذا به 70 قصر. هذا إنسان حثالة، حثالة المجتمع، كان يسرق بشكل علني. عذرا يأتون النغولة ويقولون إنها قصور الشعب ولكم ود الكلب، عذروني بس من الحق ود الكلب هو من يستطيع أن يدخل في هذه القصور، القصور مو قصور الشعب، مو يدخل ينكحوه هكذا. نعم نعم نعم. من يستطيع نعم. بس أقول شيء واحد، كنا نأتي من علاوي الحلة للبياع. نعم. على يميننا مخابرات عراقية، بالله لا أحد يستطيع أن ينظر هكذا للمخابرات حتى ينظر إليها. هو فعلا إيه، والأخلاق السيئة السرقة استمرت إلى الآن، يعني لم تنتهي بسقوط، لأنه أجيال تربت على هذه الأفكار. نعم. لا يوجد أي شيء باسم صدام حسين إنها قصور الشعب. طيب ماذا نفعل بالقصور؟ هناك نص ليش لا تملك بيوت، وإذا ملكت بيوت فهي بيوت الحيوانات تأنف من السكون فيها، من السكنة فيها. تأنف الناصرية والعمارة والبصرة وحتى تكريت، قرى بنغلادي شفضل منها، حتى تكريت فقط العوجة، العوجة العوجة نعم دبي حذاء صدام وليس رأسها. نعم. نعم. هذه فقط العوجة، أما تكريت أيضا كارثة. أنا ذهب إلى تكريت. نعم. حال حال بقية المحافظات العراقية. صحيح. يا صحيح. الأموال الرهيبة كان بإمكانها تجعل العراق عظيم قوي مزدهر، يعني قريب من كوريا الشمال الجنوبية العفو. جنوبية. نعم نعم. لكن جعلنا قريب من كوريا الشمالية. حولنا إلى كوريا الشمالية. نعم. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بالمفاعل النووي؟ عبد الكريم قاسم هو اللي بدأ بمشروع هذا القوة والهمبلة مفاعل نووي. ماذا نفعل بالمفاعل النووي؟ أنا اشتغلت فيه 5 سنين. أنا أيضا عملت بالمفاعل، ليس المفاعل النووي، منشأة التواثة اللي بجانب المفاعل النووي، لكن كنا ندخل داخل المفاعل. ماذا نفعل به؟ كانت هناك بريطانيا العظمى تحمينه، وكان الدينار العراقي مربوط بالاسترليني، يصعد يصعد مع الدينار. أتى عبد الكريم قاسم فك الارتباط مع الاسترليني، وبدأ الدينار العراقي من ذاك الوقت قصة التدهور، بدأ بالزراعة على القطاع الزراعي، وبدأ من ذاك الوقت الزراعة تدهور، ثم ربطنا مع الاتحاد السوفيتي. طيب ما أنت ضد الاحتلال، هذا أيضا احتلال. وبعد ذلك شرع لقانون الانقلابات، ومن ذلك الوقت العراق في تدهور. نعم. 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 أنا برأيي حتى أختم أو من عندي مشكلة أساسية، مشكلة دينية وليست دينية بالتحديد، مشكلة أنه أنا ثقافتنا ما زالت متخلفة ابنة القرون الوسطى، فبالتالي بالنتيجة احنا ما راح نجد حل. كل هاي المشاكل التي نحن فيها تولدت من هذا الأساس الذي نريد أن نحافظ عليه ونخاف أن نغيره. عندما يظهر أشخاص مثل صدام، أنا أعتبر صدام هو نتيجة لتربة قذرة، تربة إلا خصبة للتخلف، نعم. الخبائث يعني. نعم. لا تنتج إلا يعني شجرة لا تنتج إلا ثمارها المعروفة، وهذا بدليل أنه ما يحدث الآن مناطق عربية وإسلامية هي نتائج كلها. صحيح. لا ليس شيئا، لا يوجد شيء غريب علينا. صحيح. وأنا يعني أشوف تفضل. نعم. بالتالي مسألة الفصل الدين عن الدولة عندي اعتراض عليه. احنا بالعكس، احنا لا يجب ان لا نفصل الدين عن الدولة. ما يحدث الان هو فصل الدين عن الدولة. تدمير الدولة حدث بسبب فصل الدين عن الدولة وليس بسبب اتصاله. الان الذين يسيطرون على الشارع هم رجال الدين، يسيطرون على كل شيء، وهم الذين يخترقون شرعية الدولة، هم الذين يسطون على شرعية الدولة ويتحكمون بها. الان شعوبنا
في لبنان وفي سوريا وحتى في إيران وفي دول كثيرة الديني مسيطر على الدولة. لا توجد دولة بالحقيقة، لا توجد سلطة للدولة. نعم. أصلاً مو بس ما لو توجد. لا نفهم معنى الدولة أصلاً. فبالتالي أنا برأيي يجب عدم فصل الدين عن الدولة. هذا الرأي الأساسي. يجب عدم فصل الدين، توجه وظاهرة خطيرة جداً يجب أن لا تترك سائبة وحرة على الإطلاق. مع احترامنا للدين، مع احترامنا المقدس، مع احترامنا لمشاعر الناس، لا بأس، لكن عندما نفكر بطريقة عقلانية ونرى نتائج سيطرة وهيمنة الدين على الواقع مضر بالدين نفسه وليس بالناس فقط وبالمؤمنين. الدين نفسه يأكل نفسه بنفسه لأنه يمنح سلطة جبارة هائلة يتحكم بها بالناس. فبالتالي الوقاية، يعني أنا مو قصدي أنه ضد الدين، الدين حتى إذا أنا ضد الدين أوكي، ضد الدين أصير راح يطلع دين ثاني، فلا جدوى، الدين موجود، يعني سواء أنت وقفت ضده أو ما وقفت راح يطلع غيره يعني. فبالتالي الدين يعني وحش ضاري لا يجب أن يترك حرا، تسيطر عليها الدولة، تسيطر عليها الدولة الحديثة، هذا هو الحل الوحيد، عدم فصل الدين عن الدولة. وهذا أنا متفق أنه القبلية يجب أن تقلل تقنن، الدين هو جزء من القبلية. القبلية يجب أن تشتث لا تقنن ولا يعني أي شيء. لا يمكن أن تشتث حتى بأمريكا موجودة قبلية بالأمريكا فلكلور أو تراث لطيف. لا 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 موجود، لا لا كقبلية الجمهور الحزب الجمهوري قبيلة قبيل، يعني قبيلة واحد يساعد الله حتى ضد القانون، لكن مقننة مقننة إلى شكل كبير، حزب الجمهوري، حزب الكذا، عائلة بوش، عائلة بايدن، عائلة مثل القبائل مع العراق. لكن لأن القبلية هي غريزة إنسانية، كل إنسان يريد ينتمي إلى قبيلة، لكن تقنن، لكن يجب أن يحترم القانون. القبيلة إذا فرضت الدولة القانون بالقوة بحيث ما حد يكسر القانون مهما كان القبيلة، مهما كان الدين، مهما كان المذهب، يعني هنا تبدأ بالتهذيب والتقنين. أمريكا ليست صواب في كل أمورها. نعم. لا يجب أن تكون قدوة حسنة في كل شيء. نعم حضارتها، صناعتها، تكنولوجيتها، ديمقراطيتها، أوكي، لكن القبلية هي القبيلة هي نظام يسبق نشوء الدولة والتالي يتعارض مع الدولة. القبيلة سرطان داخل الدولة، فكيف نقنن هذا السرطان؟ يعني مثل الطبيب اللي يقول لك لا بأس لا بأس ليبقى هذا السرطان ولا نشتثه وهو لن سرطان آخر هو الطائفية. فإذا في الجسد العراقي المسكين، الجسد العراقي يوجد سرطان، يعني سرطان اسم القبيلة وهي تحكم الآن، سرطان آخر اسمه الطائفية وهو أيضا اللي يحكم الآن. فتخيل رجل فيه سرطانان، هذا الرجل نفسه كان سنة 2003 في غرفة الإنعاش، كان في غرفة الإنعاش، دخلت القوات الأمريكية طلعوه من غرفة الإنعاش وإذا بي يعني تشوط الصور. هذا قلت لك الدين عندما يترك يطلق صراحة يصبح على وحي وحش ضاري. هي هاي المشكلة. الديمقراطية اللي أتت بها أمريكا لم يكن وقتها مناسب، كان أمامنا خطوات أخرى، خطوات طويلة أو سنين طويلة حتى نصل إلى صندوق الاقتراع. إحنا أخذنا صندوق الاقتراع فرغناه من محتوى، أصبحت فقط انتخابات، فهذا ينتخب شيخ عشيرته وهذا انتخابات قبلية وبالتالي فقط أخذنا الصندوق، هذا الصندوق البائس فقط، وهي انتخابات حقيقية، لا تقول لي تزوير ولا أي شيء. مع العلم هو الانتخابات، الصندوق الانتخاب هو حاصل تحصيل، هذا الانتخابات يجب أن يسبقها أو يكون بعدها أو معها فصل بين السلطات. يجب أن تكون هناك علمانية داخل المجتمع، يجب أن تكون عقد اجتماعي، يجب أن تكون هاي الأمور كلها مو موجودة، يوجد فقط صندوق، وإذا به هذا يصبح صندوق أسود علينا وعلى صحيح الأجيال التي سوف تأتي من بعد. صحيح. هو أنا قلتها يعني كلمة اللي قلتها إنه 2003 إحنا بدلا ما أن نجتمع مع بعض وإجوا الأمريكان قالوا تعالوا اجتمعوا أنتوا شنو
انت شيعي تعال، انت مدري شنو، انت مقتدى، انت ما اعرف ايش، انت حزب اسلامي تعالوا قعدوا، قعدوهم مع بعض. قال هو شو يريد الامريكي؟ يريد يسوي بلد يسيطر عليه وهنالك حكومه تتملى، بس هم ماذا فعلوا؟ تحاصصوا فيما بينهم كانما هنالك غنيمه ويريد ان ياخذ حصته منها. وهذا التفكير الديني بالمناسبه، يعني التفكير الديني تفكير قطيعي، يريد ان يحصد لجماعته اكبر قدر ممكن. ما عنده افق نظر وعنده رؤيه عميقه، لا. وعندما الدوله عندما تكون موجوده تدير الصراع، اوكي لا بأس، هناك كما قلت تعالى امريكا، هناك قبائل وهناك توجهات. الدوله وظيفتها مو ان تقمع الجميع، لا، وظيفتها ان تدير الصراعات والقوى الموجوده داخل الجماعه. فعندما تدير هاي الصراعات، لكن الدوله تبقى هي السقف الذي ينضوي، القانون هو الذي يبقى. نعم احنا شعوب بلا سقف، نحن بلا قانون. نعم لا نحترم القانون، احنا سقف اسم السماء وهي سماء غير موجوده في زاويه. نعم. ووهم، وهم بصري. نعم. وهاي مصيبتنا نحن. سقفنا هو وهم بصري، وهذا نتيجة الخراب. لا احنا حصلنا السماء ولا حصلنا الأرض. احنا في فضاء، يعني بين السماء والأرض. نعم. اعتقد هي رواية. نعم وطن الحر يسموها، لا حسين نجيب محفوظ، بين السماء والأرض. إيه فاحنا حال السقوط حر معلقين. هذا كان نجيب محفوظ مرة قال احنا نبدل عمدة بعمدة. نعم. طيب شكرا. طبعا احنا طولنا شوية، فشكرا جزيلا للأخوة. انا اقترح نعم انه الحلقة، اذا سوينا حلقة جاية عن موضوع الفشل الحداثة ليس في العراق، في المنطقة ككل، اذا كان نعم أقول. نعم كثير من الافكار ذكرناها اليوم تطبق على عدة دول من في المنطقة كلها فشل، يعني تقريبا مرت بنفس النجاح واحد نتحدث به بالمنطقة. نعم. ما عندنا فشل، ما عندنا تجربة ناجحة واحدة. نعم. كل فشل. نعم. كل نحو الحضيض. طيب طبعا اشكر اللي شاركونا بالحوار الجميل هذا. أنا والله على الاسف يعني شو التعليقات، اعتقد حرام إيه ما عندنا وقت نجاوب، قيمه جدا يعني. نعم. واشكر طبعا اساتذتنا منصور واحمد، وشكرا جزيلا، وتصبحون على الف خير. شكرا، تصبحون على خير. مع السلامه.